بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقيه تهنئه الى فخامه الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه الشقيقه وذلك بمناسبه ذكرى استقلال بلاده ضمنها سموه اطيب تهنيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحه والسعاده بهذه المناسبه الوطنيه.